برحب بحضراتكم مرة أخرى وقراءة سريعة لأهم عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر. نبدأ جولتنا الصباحية من جريدة الشروق. مجزرة إرهابية جديدة في رفح. أطل الإرهاب بوجهه الأسود مجددا على شمال سيناء أمس، وشن مسلحون هجوما مزدوجا على مدرعة لجنود الأمن الاثنين. قالت مصادر أمنية لجريدة الشروق أن الإرهابيين زرعوا لغما أرضيا في طريق المدرعة أثناء مرورها أمام قرية الوفاق التابعة لمركز رفح، مشيرة إلى أن مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة دفع رباعي وترفع علما أسود يعتقد أنه لأنصار بيت المقدس. فتحت نيران الأسلحة الثقيلة على الجنود بطريقة عشوائية ما نتج عنه ارتفاع عدد الضحايا. إلى جريدة اليوم السابع، والسيسي: الإرهاب في المنطقة يفرض على الدول الكبرى القيام بمسؤوليتها. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي برئاسة هوارد ماكيون رئيس لجنة الخدمات العسكرية عن الحزب الجمهوري وعضوية 6 نواب جمهوريين. وتناول أعضاء الوفد القرار الأمريكي بالموافقة على توريد مروحيات الأباتشي إلى مصر، مشيرين إلى أن مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف تعد معركة مشتركة تتعين مواجهتها بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة. إلى جريدة التحرير ومصدر: مصر لم تسترد أي أموال مهربة والعدل نجهز قانون جديد لها. بينما أكد مصدر قضائي مطلع أن جميع ما نشر حول حجم الأموال المهربة خارج البلاد مجرد اجتهادات، قاطعا بأنه لا يوجد تقدير دقيق لحجم تلك الأموال. أعلن مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع المستشار يوسف عثمان أن قانون استرداد الأموال المهربة سيصدر قريبا، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل الآن على وضع بعض الملاحظات عليه، خصوصا بعد أن أقر قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم دستوريته. إلى جريدة الشروق وتسعة قتلى في تدافع الأسر لزيارة طلاب ضباط الصف. شهدت محافظة الشرقية أمس حادثا مأساويا بمعهد ضباط صف المعلمين التابع للقوات المسلحة إثر تدافع نحو 35 ألف من أقارب طلاب المعهد بحسب مصدر أمني أثناء زيارتهم للطلاب، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى وإصابة 6. وقالت مصادر عسكرية أن إدارة المعهد تراعي توزيع الزيارة على مواعيد مختلفة تجنبا لحدوث التكدس، والأهالي لم يتبعوا الإجراءات الصحيحة للدخول. نعت القوات المسلحة في بيان للمتحدث العسكري العميد محمد سمير الضحايا، حيث أرجع الحادث إلى الزحام الشديد وتدافع الأهالي أمام بوابات المعهد خلافا لما هو مقرر لتنظيم حضورهم. إلى جريدة الشروق ومصدر قضائي باللجنة العليا: فتح باب الترشح للبرلمان بعد عيد الأضحى. أكد مصدر قضائي رفيع المستوى باللجنة العليا للانتخابات عدم صحة ما تردد خلال الفترة السابقة عن تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية إلى الشهور الأولى من العام المقبل، مشددا في تصريحات خاصة لجريدة الشروق على أن فتح باب الترشح سيكون بعد أجازة عيد الأضحى المبارك، وستتخذ الإجراءات تباعا على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين. إلى جريدة الأخبار وحبس الضابط المتهم بقتل كهربائي بدمنهور. قرر المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس نيابة قسم دمنهور حبس الضابط المتهم بقتل فني كهرباء 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة. كان الضابط برتبة ملازم أول يعمل بمركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا ومقيم بدمنهور، قد تم القبض عليه متلبسا بقتل خال ممرضة ارتبط بها عاطفيا داخل عيادة تعمل بها والتي ارتبطت بآخر.
إلى جريدة التحرير وسفير فلسطين بالقاهرة للتحرير وفد مصري في رام الله لمناقشة التهدئة. قال جمال الشوبكي السفير الفلسطيني لدى القاهرة إن وفدا من المخابرات المصرية سيزور رام الله اليوم الأربعاء لبحث آخر المستجدات مع السلطة الفلسطينية من أجل إجراءات المباحثات غير المباشرة قبل انقضاء مدة التهدئة والمقرر لها شهر حتى يتسنى للطرفين الحديث عن حلول وسط في أجواء هادئة ترضي الجانبين وتحقق أيضا المطالب المشروعة للجانب الفلسطيني الخاصة بإنشاء ميناء وتشغيل مطار غزة، وهما المطالب الأساسية لكل الفلسطينيين وليست مساعي فئة معينة داخل المجتمع الفلسطيني. إلى جريدة الوطن مرة أخرى، ومحامي شفيق حالة تزوير الرئاسة إلى الجنايات قريبا. قال الدكتور شوقي السيد محامي الفريق أحمد شفيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012 التي فاز فيها المعزول محمد مرسي أن القضية ستحال إلى المحكمة أو محكمة الجنايات قريبا بعد صدور حكم المحكمة ببطلان قرار إلغاء ندب المستشار عادل إدريس للتحقيق في هذه القضية. جريدة المصري اليوم ومحلب تشغيل جراج التحرير يساهم في تطوير وسط البلد. عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لإجراء وتشغيل جراج التحرير بحضور وزراء التخطيط والتنمية المحلية المالية محافظ القاهرة. وقال محلب إن جدوى هذا المشروع مهم جدا بالنسبة لجهود تطوير منطقة وسط البلد، خاصة أن جزءا كبيرا من المشكلة في هذه المنطقة هو انتظار السيارات. نختتم جولتنا الصباحية من جريدة الشروق. وعلماء يهاجمون دراسة سعودية تدعو لنقل رفات الرسول صلى الله عليه وسلم. لقت دراسة سعودية تدعو إلى نقل رفات الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرم النبوي إلى مقابر البقيع ضمن مشروع توسعة الحرم النبوي وهدم القبة الخضراء هجوما واسعا من علماء الأزهر الشريف الذين اعتبروا المساس بالرفات حرام شرعا، حسبما قال عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق أحمد عمر هاشم في تصريحات لجريدة الشروق. أكد هاشم أنه لا يجوز ولا يصح شرعا نقل رفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنص الشرعي يقول أن جميع الرسل يدفنون حيث يموتون. كده مشاهدينا نصل إلى نهاية جولتنا الصباحية. فاصل قصير، مجموعة متنوعة من التقارير من الشارع المصري، انتظرونا. We'll be right back.